خير يا هذا الدشرة. تراني حالف من ولي بالمرة، ها لو كان الموت في صحراء عطشان. أحمد بن بوزيد المعروف بالشيخ عطلة، المولود في 31 ديسمبر 1970 بالمنطقة المسمى زنينة ببلدية الإدريسية ولاية الجلفة. بدأت مسيرته الفنية بالمسرح المدرسي فمقلدا للأصوات، وبتدرجه في الأطوار الدراسية طور موهبته الفنية. سنة 1990 انتقل إلى العاصمة ليبرز كمنشط في الإذاعة الثالثة، بعدها في حصة الإفهام الفكاهية. الشيخ عطلة انتخب بالمجلس الشعبي الوطني كنائب عن ولاية الجلفة خلال العهدة السابقة، غير أنه لم يستغب من نصبوه نائبا عنهم، وكان شعاره البلاكة والبوندرول والدنيا عايشين خسارة ومترشحين الذكارة وقاصدين الشكارة. نقل صوت المواطن الجلفوي البسيط وما يعانيه خلال مداخلاته في البرلمان. يعيش بين الناس حزين والجاهل مبسوط لا هم ينويه. في بعض الولايات العميقة يجلسون على الهياكل الحديدية، أو كما يقول فوق البار كاين في بلدية المعل بعد نعنى في جلفة. ممررا رسائله السياسية وما يحدث في الجزائر العميقة بطبعه الفكاهي الخاص. 130 مليار دولار ومازال نسخنوا على العرعار والتيوقات على البحار. بانتهاء عهدته البرلمانية فرغ للجانب الفني، وكان له أكثر من عمل مع مجمع الشروق للإعلام من خلال برنامج الخيمة. نعطيهم تفصالي صحيتوا صحيتوا صحيتوا. اليوم ضيفنا في خيمة الشيخ عطلة عقاب البيض العاقل بن عامر، مرحبا بك في خيمة الشيخ عطلة. والذي عرض خلال شهر رمضان الأخير للموسم الثاني على التوالي، نقل من خلاله صورة البيئة الصحراوية بما تحمله من عراقة وأصالة. وكذا حصة أحوال وأقوال، وكانت له إطلالات عدة من خلال حصة هذه حياتي فتح فيها بيته وقلبه، كما استضيف في حصة قبل السحور في موسمها الأخير. يهدر يعني في مهرجانات، يعني تكلفنا غلاف مالي كبير ولا نهتم بالتراث نتاعنا، في حين أنه مؤخرا جات بعثة من ألمانيا باش يديروا شريط على البرنوص النايلي 10 أيام وهم في ولاية جلفة باش يديروا شريط. وحنا كلش يعني هذا كل شيء نقدروا نديروا فيها عشرات الأفلام يعني. هذا راه بترول من الشعر، هذا أنا نقبت عليه، ولكن أهل الاختصاص دركا حان الوقت باش نتصلوا بأهل الاختصاص. مرحبا بالناس الزينين. ستبقى أقواله سواء فنية كانت أو سياسية راسخة في أذهان المواطن الجزائري الذي أحب الشيخ عطلة لشخصيته العفوية للمصطنعة. طريق اللي هام الوجول وبلاصة اللي مفصول بجاه طه سيد البتول، احنا اللي متنوي يجينا يتفش يزهى ويجول من قلبه القش. بوريا عمدوا الأغنية الشعبية القبائلية للناس خلوي الثرى اليوم بمسقط رأسه بمقبرة ثادر تامغرانت بعرش إيح سناون بولاية تيزي وزو بحضور شعبي غفير، حيث انتقل الآلاف من المواطنين من مختلف مناطق الوطن. الجنازة عرفت أيضا حضور العديد من الوجوه الرسمية والسياسية والفنية والرياضية، على رأسهم وزير الشباب والرياضة الهادي والدعلي. إلى اللقاء.